السودان أرض المرونة والإبداع، المكان اللي فيه الأيادي ما بس بتشكل المواد لكن نسيج أمتنا ذاته. اليوم حنحتفل بالحرفيين المهرة اللي بيبنوا بيوتنا وبيغزوا مجتمعاتنا وبيخلوا حياتنا مواصلة لقدام. اتعرفوا على علي، لحام بيمزج القوة والدقة في كل قطع بيصنعها. هو ما بس بيصنع أشياء لكن بيصنع الروابط اللي بتمتد خلال الأجيال، وده إبراهيم خراط وبيصنع بيدينه جمال من قلب الطبيعة. مصنوعاته ما هي بس أساسات لكن قطع فنية بتحمل القصص والذكريات. يدين فاطمة هي الأيادي اللي بتطعم الأمة، مزرعة الدواجن حقتها بتوفر الغذاء والمعيشة وبتضمن الازدهار للأسر. بالنسبة لعمر، النجارة هي أكثر من تجارة، هي تقليد عائلة. عمر ما بس بيبني المنازل لكن بيبني البيوت اللي بتكبر فيها الأحلام ويتكون المستقبل. عبير وعلي كرسوا جهودهم في صيانة السيارات عشان نقدر نستمتع بقيادة سلسة وآمنة. لما السخانة تصعب شديد، ملاذ بتجيب لنا الراحة. مهارتها كفنية تكييف بتوفر لنا الراحة والإنتاجية في البيت وفي الشغل وحتى خلال أصعب الظروف. يدينهم بتشكل عالمنا ومهاراتهم بتحرك تقدمنا. هم العمود الفقري لتنمية السودان، ومع بعض بنقدر نبني سودان مشرق. مهارة واحدة، حلم واحد، ويد واحدة في كل مرة.